بالك انت مصر دي غنية قوي يا عم، قوي اغنى من اي حد في الدنيا دي كلها يا اخي. كفاية تراثنا الفني والادبي، ما علينا بلاش نقلب في المواجع. المهم بلك انت سنة 82 دي كانت جامدة اخر حاجة، جامدة ولا التنين الاحمر العظيم اللي مش عارف يطلع نار من مناخيره ده. في السنة دي سمير غانم قدم اول سيزون من فوازير فطوطة، وكمان أستاذنا الأستاذ فؤاد المهندس قدم أول سيزن من فوازير عمه فؤاد. وعمه فؤاد ده بقى في بداية كلامنا كده كان خريج تجارة، يعني كان كبير ويبقى محاسب، شغال في شركة، بنكير، صاحب شركة. لكن لأن مصر غنية بناسها ومواهبها زي ما قلت، فؤاد المهندس أول ما دخل جامعة القاهرة سأل عن فريق المسرح. أيام ما كانت فرق المسرح المدرسية والجامعية مكان لتفريخ المواهب يا أخويا، ومكان بيمد السينما والمسرح بنجوم جدد، بس ده كان زمان يا أمي على تقليب المواجع. المهم فؤاد المهندس من مسرح كلية التجارة للإذاعة، وبالتحديد لمدرسة ساعة لقلبك اللي كان ناظرها ومديرها وصاحبها الرسمي وولي أمر فنانيها عم الجميع عبد المنعم مدبولي. المهم فؤاد المهندس من ساعة لقلبك للسينما، قدم عدد من الأدوار الصغيرة كده في السينما، وبعدها كان اللقاء العظيم بينه وبين شويكار، اتخلق دويتو فني مالوش مثيل، مسرح، سينما، إذاعة، يا سلام على اعترافات زوج، ولا شنبه في المصيدة، ولا مطاردة غرامية، يا سلام. ناس تقولك دي أفلام كوميدية، وهي الكوميديا عيب يا حاج ولا إيه؟ إنك تضحك الناس عيب؟ العيب اللي بيتقال الصراحة. وكانت مسرحياتهم وأفلامهم ملهاش حل. وفؤاد المهندس كان عنده إحساس بالمسؤولية قصاد الأجيال اللي جات بعده، كان عايز يساعد زي ما ساعده عبد المنعم مدبولي ومن قبله الريحاني اللي آمن بموهبة فؤاد المهندس. علشان كده فؤاد المهندس قدم عادل إمام في مسرحه، وأقنع سعيد صالح يدخل السينما معاه في فيلم ربع دستة أشرار، كان زي ما بيقولوا خير سند للأجيال اللي بعده. المهم فؤاد المهندس كان عنده رغبة ملحة يقدم حاجة للأطفال، لأنه زمان قدم غنوة رايح أجيب الديب من ديله. الغنوة دي علقت مع أجيال وأجيال وبالذات العيال. المهم في قعدة كده قال لك ما نقدم فوازير، والفكرة كانت للمؤلف مصطفى الشندويلي اللي هو كتبها، واتولدت فوازير عمه فؤاد رايح يصطاد. ولأن فؤاد المهندس كان شايف إن إمكانيات صوته تدي على مطرب، ولحن له محمد عبد الوهاب جلالة قدره في فيلم جناب السفير، وبعد كده بقت أغاني فؤاد المهندس لازمة في أفلامه ومسرحياته، حد ينسى سيدتي الجميلة والغنى بتاعه الجميل فيها. علشان كده قدم شوية أغاني بصوته المميز في الفوازير دي. أول سيزون من عمه فؤاد اتعرض من غير ضجة كده، لا كان في إعلانات كتير ولا سوشيال ميديا ولا بتاع، بس بعد شوية بقت غنوة التتر أشهر من أغاني عبد الحليم حافظ، وبقى صوت الكورس اللي بيقول عمه فؤاد رايح يصطاد، يلا تلموا حوالين عمه شوفوا هيعمل إيه يا ولاد. التجربة نجحت طبعا، ده فؤاد المهندس المعجون موهبة وكوميديا، وده بقى خلاه يكرر التجربة السنة اللي بعدها تحت عنوان عمه فؤاد مع الأجداد. وكانت إمكانيات التلفزيون على قدها، والحدوتة ما فيهاش فلوس كتير، وعمه فؤاد عنده مشاكل صحية، بس على مين؟ فؤاد المهندس كان خد قرار إنه هيكمل الفوازير مهما كانت الصعوبات، وأما قدم عمه فؤاد رايح الاستاد، وبعدها عمه فؤاد بيلف بلاد، وغيرها وغيرها من الفوازير. ولأن الدنيا لازم تقف مرة وتغير كل حاجة، الدنيا وقفت بعمه فؤاد وساب الدنيا والجمل بما حمل. بس بقى إيه؟
ساب لنا حواديت وفوازير وأعمال عظيمة وذكريات مش ممكن تتنسي أبداً.